نجت مدينة عنابة اليوم من حادث طائرة شحن كادت أن تتسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة، حيث أقلعت الطائرة من مطار عنابة صبيحة اليوم، وكانت فوق منطقة عمرانية عندما بدأ أحد المحركات يطلق دخان، وبتوفيق من الله تمكن قائد الطائرة من العودة إلى المطار دقائق بعد إقلاعها واشتعال النار بأحد المحركات وسماع صوت قوي ومشاهدة الطائرة على مسافة جد قريبة من العمارات. الحمد لله على كل حال. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب.